للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ شادي وكل مشاهديك الكرام. أهلا بحضرتك، وفي البداية نعرف تقييمك لزيادة الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية خلال عام 2020. هذا العام هو عام طبعا تفشي فيروس كورونا، تفضل. بما اننا بنتكلم في برنامج مال واعمال فلغه الارقام مهمه قوي يا استاذ شادي. أيوة. الارقام زي ما بيقولوا لا تكذب ولا تتجمل. احنا رغم زي ما سيادتك ذكرت عام استثنائي على العالم كله، ولكن نستطيع القول بان مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي نجحت في اجتياز هذه الازمه، وخاصه في قطاع الزراعه الذي اثبت بالفعل انه قطاع غايه في الاهميه وقطاع مرن ويتجاوب مع الأزمات. يعني بالنسبة خلينا نتكلم بالأرقام، يعني مثلا خلال هذا العام بالإضافة اللي سيادتك ذكرته بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفاكهة، احنا أيضا صدرنا ما يقرب من 5 مليون طن من الخضر والفاكهة فائض عن الناتج المحلي. رغم ان احنا كنا هذا الرقم لم نكن نتخيله، يعني في ظل وجود ركود عالمي وارتباك في حركه النقل الدولي يصل الى من 25 ل 30%، ان احنا نصدر 5 مليون طن هذا اعجاز كبير جدا. 5 مليون طن لو بنترجمهم لارقام حوالي 33 مليار جنيه في الناتج القومي المصري. فتحنا هذا العام 11، وهي اكثر المنتجات الزراعيه المصريه اللي كان عليها طلب يا استاذ احمد. استاذ شادي لك ان تفخر بان الموالح المصريه للعام الثاني على التوالي تحتل المركز الاول عالميا في التصدير. ايوه. الفراوله المجمده برضو المركز الاول. احنا ثاني اول دوله في افريقيا في الاستزراع السمكي، ثالث دوله عالميا، ثالث دولة في العالم في إنتاج أسماك البلطي. مصر حققت اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة نسبة 100%، في البصل 100%، ده بقول لحضرتك ده اكتفاء ذاتي وتصدير كمان. أيوة. أنا بتكلم حضرتك كمان، احنا لا نصدر سلع إلا إذا كنا لدينا فيها فائض بالنسبة للسوق المحلي. أنا عارف إن وقت سيادتك طويل، ولكن أنا خليني أقول أرقام سريعة. تفضل. احنا خلال هذا العام حجم الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ولدينا انتاج 1.4 مليار طائر، 13 مليار بيضه، بيضه مائده، لدينا 2 مليون طن سمك، لدينا 8 مليار جنيه مقدمه للقروض لتمويل المحاصيل الزراعيه في الخضر والفاكهه لصغار المزارعين. 8 مليار جنيه تمويل قروض. قروض ميسره. أيوة. عايز اقول لحضرتك ان لازم ااكد ان الدوله متحمله دعم هذا المبلغ بحوالي من 400 ل 800 مليون جنيه دعم في هذا المبلغ اللي هو فرق الفائده. لدينا ايضا بالنسبه للمشروعات، سريعا بالنسبه للمشروعات المموله من الجهات الدوليه، مشروع مثلا على سبيل المثال اسمه مشروع ساسمي، ده المشروع ده هدفه دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. بلغ اجمالي تمويله 1.4 مليار، استفاد منه 111,000 مستفيد. خلينا اقول برضو سريعا مثلا مشروع زي مشروع البتلو، ما حدث في مجال انتاج الثروه الحيوانيه والداجنه شيء مبهر ويدعو للفخر في خلال هذا العام. ولابد ان انا قبل ما هختم مع حضرتك، لابد ان انا اشكر الفلاح المصري اللي وقف جنب دولته واللي وقف جنب بلده في هذه الازمه. احنا كنا بنطالب المواطنين ان هم يجلسوا في منازلهم عشان منع انتشار الكورونا، ولكن الفلاح كان يتحدى ذلك ويذهب الى الحقول وينتج للسوق المحلي. لو تتذكر يا استاذ شادي في بدايه الازمه في شهر مارس الماضي كان في هلع على مستوى العالم كله ان من نقص السلع الغذائيه. صحيح. احنا شفنا دول كبرى اللي فيها تكالب على الشراء ونقص في السلع وما الى ذلك، الا مصر. الحمد لله لم يذهب اي مواطن الى سوبر ماركت او منفذ لبيع السلع الغذائيه ووجد ان في سلع ناقصه او في سلع ارتفع ثمنها. ده بالعكس،
كلنا لا، الحقيقة ان المواطن ما حسش بكل هذه المشاكل اللي حست بيها دول العالم الاخرى طبعا عندما بدأت هذه الجائحة. طيب يا استاذ احمد، عايزين نسأل حضرتك ايضا عن حجم الانتاج المحلي من الالبان خلال عام 2020، يعني كلمنا عنه. ما حدث في مجال الالبان برضو شيء يدعو للفخر، لاول مرة يتم اطلاق مشروع القومي لتطوير مراكز الالبان. وهذا المشروع يلقى باهتمام شخصي من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة مستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. ويعني مش عايز اقول لحضرتك ان يوميا معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة والصناعة الاراضي يعقد اجتماعات ومتابعة مستمرة في هذا الامر، لان ما يحدث في مشروع تجميع مراكز تطوير مراكز تجميع الالبان شيء يحدث لاول مرة في مصر. احنا الهدف منه يا استاذ شادي ان احنا لابد ان احنا يكون المنتج الالبان والجبن يكون منتج صحي وامن وبجوده عاليه وباسعار مناسبه. ايوه، فاحنا عملنا حصر لمراكز تجميع الالبان على مستوى الجمهوريه بلغوا حوالي 826 مركز موزعين في 14 محافظه. احنا طورنا حاليا 81 مركز منهم، في 31 مركز جديد وفي 50 مركز طورناهم، في منهم 10 مراكز حصلوا على الاعتماد الدولي. حصول المراكز على الاعتماد الدولي ده معناه ان انت يديك فرصه ان انت تصدر الالبان للخارج. الثروه الداجنه، يعني انا عايز ارجع برضه سريع للثروه الداجنه. لو تتذكر في 2006 الشاري حصل لما حصل انفلونزا الطيور في مصر، المنظمة العالمية لصحة الحيوان صنفت مصر بأنها الدول من فيها ومستوطن فيها وباء انفلونزا الطيور. ده انعكس سلبا على الثروة الحيوانية، على الثروة الداجنة تماما. الحمد لله هذا العام، وهذا خبر من الأخبار السعيدة جدا رغم شوف ظروف فيروس كورونا، ولكن قطاع الزراعة كله أخباره سعيدة. صحيح. إن احنا منظمة الصحة العالمية، منظمة العالمية لصحة الحيوان، تعتمد مصر من الدول التي فيها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، وده عندنا وده يعطينا الفرصة ان احنا نصدر تاني بعد 14 سنة، نصدر دواجن ونصدر بيض. وبالفعل احنا بالفعل صدرنا خلال الأيام الأخيرة من هذا العام. الناتج المحلي يعني بلغ اجمال الناتج اجمالي الزراعه في الناتج المحلي القومي ما يقرب من 700 مليار جنيه، ده زياده عن العام السابق. فاحنا الحمد لله ارقامنا في وزاره الزراعه وفي الزراعه ارقام ممتازه الحقيقه، ارقام بالزائد مش بالسالب، يعني صحيح. اضافه مش بالاضافه، وهذا لم ياتي من فراغ، ده جاي نتيجه دعم غير مسبوق من القياده السياسيه، نتيجه جهود لقيادات وزاره الزراعه. انا بكلم حضرتك واحنا كلنا موجودين تقريبا، لو انت بعت الكاميرا في وزاره الزراعه تلاقي كل المكاتب والاروقه بتاعتها الاضاءه فيها شغاله. احنا تقريبا الحمد لله شغالين متابعين، معالي الوزير بيتابع على مدار الساعه. باذن الله للعام القادم بقى وختاما ان شاء الله بنستكمل كل المشروعات اللي احنا بدانا فيها. لدينا المزيد ان شاء الله، بنطمع ان الناتج المحلي يبقى نسبه مساهمه الزراعه اكتر. مشروعات لدينا في تحديث الري، ده موضوع مشروع تحديث الري احنا ما اتكلمناش فيه، وده مشروع هو مشروع القرن. انا بعتبره اذا كان السد العالي هو يعني افضل يعني مشروع هندسي في القرن الماضي، فانا اظن ان مشروع تحديث الري الذي تشهده مصر حاليا وبرضه بتوجيه مباشر من فخامه الرئيس هو مشروع القرن. احنا ما يحدث على ارض مصر في موضوع ترشيد المياه وتطوير نظم الري من الغمر الى الرش والتنقيط، ده هدفه ايه؟ ان احنا محتاجين ارض زراعيه جديده. ايوه، محتاجين نستصلح جديد، لان احنا عندنا زياده سكانيه سنويه وعندنا الارض ثابته والمياه ثابته. طب انت المعادله دي هتحلها ازاي؟ انك انت توفر من مياه الري وتطور نظم الري عشان تستصلح اراضي جديده، عشان تحقق أمن غذائي، عشان تنتج غذاء للمواطنين. الدولة بتنفق فيه مليارات 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 في سواء في تطوير الترع،
او في تصميمات للشبكات الداخليه والخرطوم واللي هي نظم الري الحديث. عندنا من المشروعات المهمه جدا اللي احنا اشتغلنا فيها وخطينا فيها خطوات واسعه البرنامج الوطني للانتاج التقاوي. احنا كنا بنستورد او ما زلنا بنستورد معظم تقاوي الخضر من الخارج، وده بقى امر لا يمكن ان يستمر، لان ده امن قومي قبل ان يكون امن غذائي. برضه بدعم من القيادة السياسية احنا حاليا شغالين في استنباط وتقاوي جديدة، تقاوي الخضر اللي هي بتتمثل في الطماطم وفي الفلفل وفي البطيخ وفي البطاطس وفي الكنتالوب، دي اسمها تقاوي البسلة واللوبيا، دي كلها اسمها تقاوي الخضر. احنا الحمد لله بننتج التقاوي اللي هي المحاصيل اللي زي القمح والارز والقطن والذرة والبصل والحاجات دي كلها بننتجها داخل مصر. ايوه ومحققين فيها اكتفاء ذاتي، ولكن كان عندنا مشكلة كبيرة في التقاوي الخضر. احنا عندنا برنامج وطني شغال يعني بخطة ثابتة وشغال كويس جدا في هذا المجال بإذن الله. انطلق وبإذن انطلق وهيستمر ان شاء الله بقوة بإذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والأرقام الممتازة اللي حضرتك ذكرتها لنا فيما يتعلق بقطاع الزراعة، قطاع واعد كبير نتمنى له التوفيق في عام 2021. بشكرك أستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة.